لذا وجب على من يعملون للدين ومن يحرصون على نشر الإسلام، وجب عليهم أن يستثمروا جميع هذه الوسائل إلا ما كان فيه منها حرج شرعي. ينبغي أن يستثمروا ما يتاح بين أيديهم من وسائل لأجل أن يوصلوا الخير إلى الناس. ولقد فعل عدد من الأخيار والمحسنين وأهل العلم، فعلوا مثل ذلك، فأنشأوا عددا من القنوات الفضائية حتى بلغت أقاصي الدنيا، وبدل ما كان الكلام من خلال التلفاز مقصورا على أشخاص معينين ربما اختارتهم السلطة، وربما السلطة هي التي تعطى لهم ما يتكلمون به، وربما لم يكونوا مقبولين عند الناس أصلا. فلما فتحت القنوات الفضائية وكثير منها تعود إلى أشخاص لا تعود إلى حكومات، وهي قنوات تجارية يدفعون فيها المال وربما اكتسبوا من ورائها، وظهر عدد من الدعاة المؤثرين والمشايخ الفضلاء، وبدل ما كان يتحدث في مسجد إلى عدد قليل أصبح صوته يبلغ الدنيا، حتى أسلم كفار بسببهم، ورجع إلى الحق مبتدعون بسببهم، وردوا بدعا كانت ظاهرة في الأمة يظن أنها هي الإسلام بسبب كلامهم، وأصبح الحق ظاهرا والدين منصورا، وأصبح الناس يتعلقون بهم ويحبونهم ويقرؤون كتبهم، وعرف الناس الحق بهذه الدعوة السلفية الصحيحة. فلم يطب المقام لأولئك الذين يعادون الإسلام من أهل العلمنة وأهل البدع من التشيع وغيرهم، فبدأوا يحاولون التضييق عليها من خلال التشويش على بثها، ومن خلال دفع الأموال أو الرشاوي إلى الأقمار الصناعية التي يبثون من خلالها، حتى خرجت خلال الأيام الماضيات تقارير وأوامر وقرارات بإقفال عدد من هذه القنوات، ويقولون لهذه القنوات عندنا شروط إذا أردتم أن تعودوا إلى البث مرة أخرى: أولا أن يكون فقط 50% مما تبثونه هي قضايا دينية، والباقي أغاني ومسلسلات ومسرحيات، وأيضا أن تخرجوا المرأة في خلال قنواتكم، وأيضا أن تكون في هذه القنوات موسيقى ومعازف. سبحان الله، وكأني بهم لما فعلوا ذلك، كأني بهم حال أولئك القوم من قوم لوط عليه السلام، لما جاء لوط يحارب شهواتهم المنكرة ويحارب ما هم عليه من ضلال، فجعل بعضهم يقول لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أقفلوا هذه القناة إنها تبث القرآن، وأقفلوا القناة الأخرى إنها تبث التوحيد، وأقفلوا القناة الثالثة إنها تقول إن التبرج حرام. وإذا كانوا سيطالبوا القنوات الإسلامية المحافظة بأن يكون 50% من برامجها هي أغاني ومسلسلات، فطالبوا أيضا القنوات المختصة فقط بالمسلسلات، طالبوها أن يكون أيضا 50% من بثها هو في أمور دينية. تلك إذن قسمة ضيزى، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس أن يضيق عليها وأن يبحث عن أسباب. حتى قالوا في قراراتهم إن وجود هذه القنوات خطر على الصحة العامة، وجود قناة الناس والرحمة والحكمة وقناة المجد وقناة الحافظ وعدد من القنوات، هذا خطر على الصحة العامة. والله إن هذا يضحك منه عجائز نيسابور، كيف قناة خطر على صحة عامة؟ فقالوا نعم، لأنها تعمل دعاية لأدوية إذا أكلها الناس تضرروا بذلك. طيب امنع أن يبثوا هذه الدعايات عن الأدوية إلا بإذن وزارة الصحة وانتهينا. لكن القنوات الفاسدة التي تبث العهرة والمجونة، وكم من فتاة خانت أهلها بسبب نظرها إلى تلك القنوات، وكم من امرأة فارقت زوجها بسبب نظرها إلى تلك القنوات، وكم من رجل اغتصب فتاة بسبب نظره إلى تلك القنوات، وكم من أحد أخذ رشاو وتعلم بسبب تلك القنوات، وكم من إنسان ترك الصلاة وفرط فيها بسبب تلك القنوات، وكم من فتاة تبرجت بسبب تلك القنوات، وكم من إنسان ربما ارتد عن الدين بسبب ما يبث في عدد من القنوات الفاسدة مما يبث فيها من التشكيك في الدين وتضييع مسائل الدين وتمييع الأمور الشرعية.